احنا ذكرياتنا بهالموضوع كثير فريش مثل ما بيقولوا، كل ولد يلي بيخلق ببيت ارمني نحن بنحكي بهالموضوع مثل ولادي مثل حكوا اهلي بهالموضوع، وبتذكر كمان انا بيتنا كنت انا ولد صغير، بيتنا كان مش بس جدي يحكي بهالموضوع، بتذكر بي جدي يحكي وما كان يحكي ارمني صراحه، كان يحكي تركي، وبتذكر كيف كان يخبر وكان يبكي وقت يخبر شو صار معهم، والجد كان يخبر هو كان ولد صغير اجى على حلب من حلب على بيروت، وكل مره على الطاوله السفره كنا عم ناكل يخبرنا، وكان دائما دمع عيونه يبكي، وهيدا اثر علي كثير واكيد بقلبي ودمي. أنا كقائد أوركسترا كموسيقي بعبر حالي دائما بالموسيقى، بس أكيد بالسبكونشنس تبعي في هالبروبلمز وهالمشاكل اللي نحن مرين فيها، والليلة في حفلة كونسير مع الأوركسترا في الهارمونية الوطنية، ونحن رح نعزف للمؤلفين الأرمنيين يعني خاتشادوريان وهاروتشونيان وكوميداس. اليوم شفنا شهدنا شو عم بيصير، وشفنا انه انتصر الشعب الارمني. كنت عم فكر امبارح شفنا الطقس كيف كان معطم وعم بشتي، اليوم كان في شمس، وهيدا بالنسبه لي مش كوينسيدنس، هذا معناتها نحن رح نكفي، نحن بديماند لحقنا حق كإنسان حق كأرمني إنه يلي صار مع هالشعب لازم يحترفوا ولازم يعرفوا كل العالم شو صار معنا.